السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. طبعا الفيديو ده هنتكلم فيه عن الحبوب المستخدمة في عمل الكلفة أو الخلطة بتاعة الكلفة المقدمة للطيور. قابلني مشكلتين، مشكلة واجهتني في حبوب البسلة وأعرضها لحضراتكم في الفيديو دلوقتي، وأقول لكم على التجربة اللي أنا عملتها. وجود حبوب سودة منتشرة بشكل قليل في البسلة دي، أنا استبعدتها وعزلتها، وأقول لكم التجربة اللي عملتها معاها ووصلنا لنتيجة إيه. زي ما حضراتكم شايفين اهي، دي البسلة المفروض ان هي دي كده البسلة الخضراء اللي احنا بنشتريها عشان ندخلها في مكونات الكلفة. فوجئت ان متوزع فيها نسبة بسيطة من حبوب برضو بسلة زي ما حضراتكم شايفين كده، بس محمصة. تمام، طبعا البسلة المحمصة ديت ما بتخش الحوصلة بتاعة الطائر، ما بيحصلهاش عملية ترطيب كافي، او ما بمعنى اصح ما بيحصلهاش عملية ترطيب، وتخش ناشفة، وممكن تعمل عفونة، وممكن تعمل مشاكل في القوناصة وفي الجهاز الهضمي عامة، وممكن تعمل اسهالات وحاجات وحشة. فيا جماعة، اللي يجيب بسلة يتأكد ان هي مفيهاش سوس، مش مسوسة، مفيهاش الحبوب المحمصة، وكذلك بتبقى مثلا في اي حبوب تانية زي الفول. تمام، فحضراتكم خدوا بالكم، وانا برضو هعمل تجربة، هعمل عملية انبات للبسلة ديت، للحبوب ديت، وينبات للحبوب المحمصة عشان نتأكد. تمام، لأن دي ممكن تعمل مشاكل كبيرة يا جماعة، فاحذروا منها، ويعني بلاش أي حبوب محمصة تتقدم للطيور. تمام، وأنا هعمل عملية إنبات. طبعا لو هي محمصة هتبقى حباية ميتة، الجنين فيها ميت، مش هتنبت، بالتالي مش هتشرب مية. تمام، ومش هيحصل لها عملية إنبات، وده اللي هيحصل في حوصلة الطائر، ان هي جاي عليها الميه برضو مش هتتشرب الماء، مش هتبقى سهله الهضم والامتصاص، هتبقى تمثل في الامعاء جسم غريب، ممكن تعمل مشاكل للطائر. تمام، خلينا نجرب التجربه بتاعتنا ونعمل لها عمليه انبات ونشوف ونوريكم النتيجه ان شاء الله. احنا جبنا دلوقتي قطن وحطيناه في علبه فاضيه عندنا، وخدنا 6 حبات من الحبوب اللي هي البسله البيضه العاديه. تمام، وخدنا مجموعة حبوب من الحبوب اللي هي المحمصة اللي موجودة فيها، وهنفضينا مية على القطن بحيث ان هو يتشبع بالمية، ونبدأ نحطه في الشباك او نحطه في اي مكان عندنا. تمام، في الاضاءة الطبيعية، ونسيبه 24 ساعة 48 ساعة، نشوف ايه اللي هيحصل. هل الحبوب هتغير حجمها، تتشرب الماء وتغير حجمها؟ هل هيحصل فيها عملية انبات؟ هل الحبوب دي ميتة وحجمها مش هيتغير، هتفضل زي ما هي، ودي هتبقى مشكلة، هتعمل عفونة للطارة، تعمل مشاكل للطارة في الجهاز الهضمي؟ ده هنبدأ نشوفه مع بعض ونشوف نتائج التجربة، وإن شاء الله بإذن الله نعرضها على حضراتكم، بس بعد ما التجربة تتم على خير. كمان جبت بقية الحبوب المحمصة وحطيتها في مية، ونقعتها في مية، هسيبها في مية لحد الصبح، شوف بقى تشرب المية حجمها هيتغير، هتطرى ولا لأ، ونعرف النتيجة مع بعض بإذن الله. ففوجئت بعد مرور 48 ساعة من نقعتهم في ميه، او حطيتهم في جزء منه حطيته على قطن كده عشان اشوف هيحصل انبات مش هيحصل انبات. انا نقعتهم في ميه، ودي كانت النتيجه. نقعتهم في ميه ودي كانت النتيجه اهيت، قدامكم هتشوفوها دلوقتي حالا باذن الله. النتيجه اهيت زي ما حضراتكم شايفين، الحبوب اللي هي البسله اللي هي السوداء، البسله اللي هي السوداء حجمها مازال صغير، او لما تشربت نقعتها في الميه ما كبرتش بالشكل الكافي، بينما الحبوب اللي هي الصفراء او البيضه بتاعت البسله حجمها بقى اكبر. اظن الفرق باين اهو قدامك حضراتكم. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان البسله السوداء الحبوب اللي بتبقى موجوده متناثره وبشكل قليل في البسله دي لازم ان انا استبعدها، لان ممكن تعمل عفونه، ممكن تخش على بعد الحوصله بتاعه الطائر عمليه الترطيب، تخش على القوناصه وهي لسه ناشفه شويه، فهيبقى في مشاكل في الهضم، مش هيتم فيها عمليه هضم كامل، هتبقى خشنه، ممكن تعمل اسهالات، ممكن تعمل عفونه، تكون مصادر للسموم الفطريه في امعاء الطائر، فدي بستبعدها. يعني انا هنا اهوت، ده الجزء اللي فاضل من الحبوب السوداء، ده الجزء ده كان موجود في كيلو، يعني الحبه دولت كانوا موجودين في كيلو بسله. تمام، وهنا بصوا يعني حبات البسلة قدام حضراتكم، اهي كده
كده حبات البسلة قدام حضراتكم ده كده بعد نقعهم في المية لمدة 48 ساعة. نشوف كده نشوف اهي التانية بقى. يعني هي مزلطة مش يعني هي ناشفة برضو يعني من في المية ناشف. طيب نستعين بأي مصدر كده يعني هي برضو ايه شوفوا بالضغط الشديد عليها. لا الحباية دي مش كويس شوفوا دي كده على طول اهي حبات البسلة اتفتحت معايا ديت انا مش حبات البسلة اهي فتحت معايا اهي دي عشان انا افتحها بص يعني باين الفرق قدام حضراتكم باين الفرق قدام حضراتكم. فهو يفضل استبعاد اي حبوب غريبة اي حبوب غريبة يفضل استبعادها من الكلفة بتاعتك. لونها غريب شكلها غريب حجمها غريب دي استبعدها على طول سواء في البسلة او الفول يعني عشان نحافظ على ايه تور. من ضمن يا جماعة المشاكل اللي ممكن تقابلك كمان في الكلفة او في الحبوب بتاعتك ان يكون ليها ريحة نفاذة ريحة غريبة ريحة مبيد. اعراس التبخير اللي بتبقى مستخدمة في الحبوب دي بتتبخر عشان ما بيتحط في الاجولة عشان ما يحصلش عملية تسويس او انتشار الحشرات اللي هي بتفقد الحبوب قيمتها او تتغذى على الحبوب. فبالتالي الاقراص ديت بتستخدم في المخازن او عند التجار اللي عندهم ركود شوية. فبالتالي الاقراص ديت لو في ظهر سوس في الحبوب بيموت جوه الحبوب فورا. هي الاقراص في حد ذاتها والاثر المتبقي ليها ده بيشكل يعني سم او اعراض تسمم للطيور. فانا ابدا ان انا وانا بجيب الحبوب بتاعتي لو لقيت لها ريحه نفاذه او بفتح الشكاره لو لقيت فيها ريحه نفاذه اسيبها شويه مفتوحه تتهوى ما اغسلهاش. لو لقيت في سوس في الحبوب استبعد الحبوب المسوسه. ما ينفعش ان انا اروح اشتري اقول له هات فول الحمام فول الحمام ده كله مسوس. حبوب الحمام كلها ارض انواع الحبوب ما ينفعش. الفول المسوس او اللي موجود فيه اجسام السوس وفضلاتها دي بتشكل سموم على طول لان دي اجسام غريبه ما بيتناولها مش عارفه تتعامل لان المعده بتاعتها او الامعاء بتاعتها مبسطه مش مؤهله انها تمتص الحاجات ديت فهتبقى سموم وهتعمل مشاكل. الفضلات بتاعت السوس ديت بتبقى بتعمل رطوبه في الحبوب بالتالي بتنشط الفطريات وبتنشط السموم الفطريه فبيظهر عندك اعراض تسمم. فانا بدل ما اروح اجيب مضادات للسموم او يبقى عندي اسهالات. من ضمن المشاكل التانيه نسبة الكسر الدورة الصفراء بتيجي من ذوع الجنين. لو نسبة الكسر كتير او الرماد كتير دي بتبقى نشط فيها السموم الفطرية. حبات فتحت حصل تأكسد للفيتامينات والقيمة الغذائية والمواد الفيتامينات اللي فيها حصل لها عملية أكسدة تمام. الفطريات نشطت فيها السموم الفطرية نشطت فيها. فيفضل ان انت يعني يكون الدورة اللي هتجيبه ما يكونش فيه نسبة الكسر عالية ما يكونش فيه نسبة الرماد عالية. ويفضل افضل حاجة الدورة البلدي لان مش منزوع الجنين والجنين موجود فيه القيمة الغذائية بتاعته عالية تمام. حاول دايما استخدم حبوب نظيفة ما فيهاش اصابات حشرية زي السوس ما لهاش ريحة نفاذة او فيها اقراص التبخير او الاثر المتبقي بتاعها. ما فيهاش حبوب شكلها غريب الوانها غريبة احجامها غريبة. ودايما انتقل الحبوب بتاعتي تبقى من مصدر كويس تبقى يعني ظاهريا كويسة. وابدا ان انا اقدمها ايه فريش للتوب بتاعتي. ما احاولش ان انا اخزنها عندي فتره طويله اجيب اول باول حسب ايه استهلاكي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ويلقى استحسانكم. والقاكم دوما على خير دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر حسن متابعتكم وبتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. نلقاكم دوما على خير دمتم في حفظ الله ورعايته. مع خالص تحياتي مهندس خالد خليل.